سلام بنات، مرحبا بكم في القناة تاعكم. اليوم راح نحكيو على الزيوت. هنا عندي اربع انواع ولا اربع ماركات نتاع الزيوت. هاد الزيوت خواتاتي فيهم زوج نقدروا نستعملوهم للشعر للوجه وكذلك للجسم، وزوج نستعملوهم فقط للشعر. ريحوا معايا حتى لافان تاع الفيديو، راح نشرح لكم واحده بوحده والاستعمالات تاعهم واحده بوحده وكذلك الاسعار نتاعهم. قبل ما نبدا لا فيديو تاعي وقبل ما ننسى، ما تنساوش تدخلوا للانستغرام تشتركوا معايا هكذا باش قلت لكم نولي ندير لكم لي ستوري وتكونوا قراب ليا، واي حاجه تحبوا تسالوني فيها توليوا تسالوني ونجاوبكم ان شاء الله. اول وحده راح نحكي عليها وهي الزيت نتاع نيوكس، لا مارك نيوكس. كنت هدرت عليها شحال من خطره وكذلك درت عليها فيديو خاص. كاين هذه خواتاتي اللي فيها هاد لابغيونس، هذه اللي نقدروا نستعملوها في لو كور تاعنا ولا في لو فيزاج ولا كذلك في الشعر. صراحه انا الزيوت ما استعملهمش خلاص في لو فيزاج تاعي باسكو جايين كوميدوجين، يعني يغلقوا المسامات ويديروا لنا حبوب في لو فيزاج تاعنا، دونك ما ننصحش بها الا كانت عندك البشره تاعك ما شاء الله وكنتي ما تعانيش من الحبوب ومن لي بوين نوار. هذه تقدري تستعمليها كمرطب ولكن ما ننصحش بها صراحه، الزيت ما ننصحش بها. بالنسبه للزيت نيوكس راني دايره فيديو خاص عليها، كاين هادي وكاين هادي. هادي كاينه القرعه الكبيره، انا كانت عندي القرعه المتوسطه بعضهم باسكو عندهم ثلاث انواع، عندهم الكبيره الصغيره وهذه لا مينياتور الصغيره. فيهم هاد زوج خواتاتي انا استعملهم فقط لشعري، ولا كي تكونوا برونزيين البنات ويكون عندكم هذيك لابو جايه مبرونزيه تستعملوها فوق البرونزاج، ياسر كي يروح هذاك الحرقان كامل تستعملوها يعطيكم واحد لابغيونس في لابو بزاف مليحه، يعني يمدلكم شغل لابو تاعكم تشعل وجايه سمراء. كنت موالفه نديرها انايا وكانت تعجبني هذيك لابغيونس اللي تجي في لابو تاعي في الجسم فقط، ما نستعملهاش في الفيزاج. وفي الشعر نستعملها تمد لي رائحه جد رائعه وتمد لي ترطيب خفيف، يعني ما تمدش واحد الترطيب قوي. السعر تاعها شويه غالي، الكبيره اللي كيما هذه اللي تكون فيها لابريونس دير 320000، والصغيره بلوتو واللي ما فيهاش كيما هذه وتكون كبيره دير 2000 دينار جزائري. دونك هذه من المفضلات تاعي وشاك فوا كنت نستعملها وشاك فوا نشريها، يعني تعجبني بزاف باش تعطيتكم واحد النتيجه اللي تكونوا تسناوها، يعني نتيجه تاع الترطيب للشعر ولا تنحي لكم لي فوش ولا تحبس لكم التساقط، ما عندهاش هاد لو كوتي. باغ كونطخ تمد ريحه مليحه ولي عندها الشعر ناشف تعطيه تغذيه مليحه. دونك هادي اول ماركه هدرت عليها. تاني وحده عندنا تاع سيفورا دير 60000، انا كنت شريتها من وهران 60000 وكنت تلاقيت بها في تلمسان دير 120000، يعني الدوبل. انا شريتها فقط 60000 وكنت وريت لكم لوليا منين شريتها، مش فيتش الاسم نتاع اللي يبيع هاد لو برودوي. دخلوا عندي انستغرام دوك تشوفوها ان شاء الله. هادي نتاع لويل ساش حتى هي نتاع سيفورا، لويل كوكو كما راكو تشوفوا فيها علامة جوز الهند. سيفورا جايه تغذي لو فيزاج لو كور وكذلك الشعر، ولكن انا ما استعملتهاش خلاص لو فيزاج تاعي وما راحش نستعملها لو فيزاج تاعي، نستعملها فقط لشعري. بالنسبه لشعري حسيت هاد زيت بزاف، ولا كيفاش تجي فوالا عندها هادي، حسيت هاد زيت. دونك ننصحكم تستعملوها قبل لادوش، لكن مور لادوش ما عجبتنيش، حسيت هاد زيت الشعر. بورتو انا كيما قلت لكم شعري ناشف ويحب الزيوت، يعني يحب التغذيه، بصح كي استعملتها مور لادوش حسيت هاد زيت الشعر بزاف. باغ كونطخ تاع نيوكس لا، تاع نيوكس ما تزيدش الشعر بزاف. فوالا كيفاش تجي دايره، وكيما قلت لكم دير 60000 ما فيها حتى ريحه، كنت حاسبه تكون فيها الريحه. كاين بزاف تاع الانواع خواتاتي تاع سيفورا، كاين عندهم بزاف تاع الانواع. الا قلت لكم فطور راح نحطها لكم هنايا، انا اختاريت تاع زيت جوز الهند، حسيت قلت بالك تكون فيها ريحه ولكن ما فيها حتى ريحه. وبالنسبه للتغذيه تقدروا تعملوها قبل لا دوش ماشي مور لا دوش باسكو تزيد بزاف الشعر. عندنا الويل نتاع ديسونج دير 160000، هذه جايه كيما سيروم بزاف مليحه بزاف عاقده، راني نستعملها غير هي فوالا، راني نستعملها مور لادوش قبل لادوش، يعني بزاف روعه الريحه تاعها ولا اروع، تغدي بيان الشعر سورتو كي تعملوها قبل ما ديروا سيشوار ولا بون
انا حاليا مانيش نستعمل السيشوار كنت قلت لكم، ولكن راني نغدي بها الشعر تاعي، مليحه للفوخش، مليحه للترطيب، روعه 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 هذا الزيت. يعني تقدروا تستعملوها هي في بلاست السيروم. اذا ما لقيتوش سيروم ولا راكو تحوسوا على زيت ولا سيروم اللي يغدي لكم الشعر بلا ما يزيتو، ننصحكم بهذه نتاع ديسونج، راهي روعه بزاف، وكذلك مليحه للشعر اللي يكون ناشف، كذلك حتى الشعر الدهني، باسكو ما دير لكمش ديروا قطره برك، باسكو كي يكون الشعر الدهني في ساعه زيت حسيتها ما تزيتش خلاص الشعر، ولكن تغديه. هذه هي الحاجه اللي نحبها، ماذا بيا حاجه اللي ما تزيتليش شعري مور لا دوش بصح تغديه. كما راكو تشوفوا توالم لي شفو دي سيشي، يعني اللي يكونوا ناشفين بزاف. البنات اللي راهم دايرين لي ماش، اللي راهم اللي شعرهم راه محروق ولا، ننصحكم بها، راهي روعه روعه بزاف، يعني تحطوا فيها دراهم وما تندموش عليها. اخر وحده عندنا تاع لا مارك سيان ولا لا مارك سيان ولا لا مارك كيما تحبوا تسموها، باسكو لا مارك هذه كل وحده كيفاش تنطقها. لو كان تروحوا تشوفوا لي فيديو نتاع لي فرونسيز ولا اللي عايشين في الخارج، كل وحده كيفاش تنطقها، اللي تنطقها سيان ولا اللي تنطقها سيان، وكاين لي وحده سمعتها تنطقها سيون، دونك لا يهم الامر كيفاش نطقوها، اهم شيء تعرفوها. هذا ما كان هذه تتباع عند ليدل، كنت هدرت لكم هاد لا مارك عليها شحال من خطره، كساسوا لي شامبوان تاعها ولا لي كريم تاعها، يعني جربت بزاف تاع لي برودوي تاعها ويعجبوني. كاين اللي ما يعجبنيش راني نقول لكم عليه، ولكن معظم لي برودوي تاع سيا تاع ليدل انا يعجبوني. هذه بالنسبه لهذا الزيت تاعهم، هذه زيت ولا ان سيروم، انا كنت جربت لو سيروم تاعهم تاني، جاي شغل في شفاشه، هذه ما عجبنيش اللي جاي في شفاشه، فوالا في الشفاشة يزيد الشعر. بالنسبة للبنات اللي عندهم الشعر الجاف يوالمهم، ولكن اللي عندهم الشعر الدهني ما يوالمهمش خلاص. شفتوا يتباع هنايا، صراحة ما عندي ولا فكرة شحال يتباع هنايا، انا كنت جبته من الخارج، يوالم كما قلت لكم الشعر الجاف، يغديه ويبروتيجيه كذلك من لا شالور. بزاف رائعه هاد الزيت، كتروش منها، حتى اللي شعرها يكون جاف بزاف ما تكترش منها، باسكو في ساعه زيت الشعر نتاعكم. فوالا كما قلت لكم كنت ديجا جربت السيروم نتاعهم، راح نحطه لكم هنايا على حسب غير كيف كيف، يعني مخدوم بالويل دارغون. دونك هذه تقدروا تسميوها زيت ولا تقدروا تسميوها سيروم، باسكو انا حسيتها كيما الزيت توالم الشعر الجاف. فوالا الزينات نتاعي، هاد هما الزيوت اللي جربتهم، عندنا نتاع نيوكس، تاع سيفورا، تاع ديسونج، وكذلك تاع لا مارك اسيان. فوالا هادو هما بربعه بيهم، تاع نيوكس تلقاو زوج، نفضل هادي، نفضل هادي اللي ما فيهاش هذيك لابريونس على هذه اللي فيها لابريونس. بالنسبه للرائحه غير كيف كيف، ولكن في تغذيه الشعر نفضل هذه، غير ما تلاقيتش بها كون شريت هادي على هذه. دونك فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو، تهلاو في رواحكم الغزاله تاعي، على بروشان فيديو ان شاء الله تبقاو على خير.